السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حصاد الميداليات الذهبية تكون للجزائريين، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. في الجزائر اليوم علاء سالمي وسيليا ويكان يضمنان أول ميدالية للجزائر في ألعاب البحر المتوسط بعد تأهلهما إلى نهائي الكاراتيه، بنتمنى لهم كل التوفيق. طبعا لا تنسوا اللايك والشير والبرتاج للفيديو، والسلام عليكم.